مامتي. مساء الخير يا خالد، اخبارك ايه يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير. السؤال، ايه الانجاز اللي انت عملته في حياتك واسعدك؟ ربنا يسعدك، انا بدعي لك من قلبي يا حبيبي، ربنا يسعدك ويبارك لك في كل خطواتك وفي اسرتك يا رب. بشكر القائمين على البرنامج وبشكر لبنان الحبيبه. يا حياتي. سؤال من الوالده السيده سوسن سعيد عبد المجيد. مفاجأة؟ يس. فيني خبرك شغلي قبل ما تجاوب على السؤال؟ لما حلقت شعرك بأول الحلقة، بنفس اللحظة تتواصل الوالدة مع البروديوسر مايا قوام وبتقلها طمنيني على خالد. لا والله خبروني، ولكن أنا ما حبيت خبرك حتى ما زعلك أكتر. لا يا حبيبي، الله يخليكم لبعض. خالد حس بي وقالت قلبها بلبنان ومعك. يا أتجنى بنحمي. ما بدي بكيك هلأ بآخر الحلقة، جاوبنا على سؤاله. أحلى إنجاز عملته في حياتي وأسعدني، مشروع الزواج، أني قابلت الإنسانة الحمد لله الصح اللي عرفت تحتويني وتخليني سعيد مبسوط بأن في بني آدمة في حياتي بتحبني وشايلة همي وبتهتم بكل تفاصيلي، ما بتسيبنيش الآن، ما بتسيبنيش في أي وقت عندي مشاكل ومتقفش جنبي. سند بجد. حلو. وبناتي، ده مشروع مهم قوي في حياتي وأسعدني جدا جدا. الله يحمي عائلتك خالد. خلينا نشوف من مين السؤال التالي. هاي خالد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ عندي سؤال ليك، ممكن تقول لنا في الايام اللي انت بتغني فيها، غير الحفلات الرسمية بتاعتك وغير الحفلات، وانت بتحب تغني كده مع اصحابك في كاريوكي في اي حاجة، ايه اكتر اغنيتين انت بتحب تغنيهم غير اغانيك طبعا؟ ايه اكتر اغنية عربي وايه اكتر اغنية انجليزي بتحب تغنيها انت مع نفسك او مع اصحابك؟ سؤال من صديقتك اميرة. اميرة البرولوسي، ميروز حبيبة قلبي، دي صديقة عمري وعشرة كبيرة جدا، ويعني هي من شلة كده من أصدقائي اللي لما تعرفت على خيرية حبيت أن أنا أعرفهم ببعض عشان تعرف مين صحابي وهم يعرفوا مين إن شاء الله مراتي ساعتها يعني. فأميرة عشرة عمر فظيعة. أولا ما تجيبيش سيرة الكاريوكي تاني، عشان أنتي بتطلعي عيني بالأغاني اللي أنتي بتغنيها وبمسك على طول. صوتك كارثي. مش هقول كارثة على الهوا، بس يعني بيني وبينها عارفة. بحط مناديل في ودني كده، لو انا اغني كملي، الحمد لله انا مش سامع. فهي بتسالني عني انا بغني ايه. في انجلش مثلا انا بغني، بحب اغني اغنيه هالو لاينر ريتشي، وبحب اغنيه كيسينج فول لجورج مايكل، ده الانجلش. العربي غير اغنيه، ممكن اغني مثلا حاجه الورده مثلا في يوم وليله. حلو. يس. او بتونس بيك. يس. والسؤال الأخير بهالفقرة، هالمرة شخص قد يكون خارج دائرتك، خلينا نشوف من مين. مساء الخير علي، مساء الخير على ضيفك النجم خالد سليم. هل عصبية خالد سليم هي السبب وراء رده على التعليقات المسيئة على السوشيال ميديا؟ الصحفي نور عبدو، صاحب صفحة قاضي المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حاب يوجه لك هالسؤال، شو ردك؟ أنا عصبيتي كانت في بداياتي قبل السوشيال ميديا ما تبدأ قوي يعني بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي. مؤخرا أنا أخذت قرار، مش مؤخرا، هو آخر يمكن من قبل الثورة يمكن 12-14 سنة، أخذت قرار أنه مهما عملت أكيد في ناس هتحب وفي ناس مش هتحب، عمرك ما هترضي كل الناس، وفي ناس للأسف بيكونوا تابعين لشخص أو لجهة معينة لازم يحاربوك حتى إذا كانوا يعني بيحبوك يعني، بس هم واخدين أوامر إنه لازم مؤلم هالحكي. طبعا. فبالنسبة لي الموضوع بقى عبارة عن حركة بسيطة جدا، بلوك، شكرا، باي، وتكفي طريق. واعمل ديليت للكومنت. أنا ما عنديش وقت أقعد أدور على مين قال إيه ولا، بس أنا بدخل والتيم بتاعي اللي مش مراتي اكيد، بس التيم اللي معايا بيخش على الحاجات وبيشيلوا الحاجات اللي ما ينفعش انها تكون موجوده على صفحتك، لانه بتعمل اهانه للفنان عند
حبايبه وعند قرايبه وعند بناته. مظبوط. عيب يعني. ويشيلوا الحاجات اللي هي مش 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 المفروض ان الناس تشوفها. اللي فيها إساءة. إساءة او بينشروا حاجات ليهم، فاهم؟ فما عنديش حتة العصبية دي على الناس اللي بيبعتوا، يعني هو اكيد ما شافنيش وانا برد. عمري ما كنت برد غير مثلا اوضح اذا في كلام ما فيهوش إساءة، لان النقد مقبول اذا كان نقد محترم. انا هديك يا عم المساحة ان انت تقول اللي انت عايزه وانا كمان ارد، لان هرد عليك بشكل محترم. انما اللي هتقل ادبك هضيع وقتي مع واحد ما ترباش ليه. حلو.